شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين ضمن زيارته لمدينة الرياض، شدد على أهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربي وتضامنه لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية. وخلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أكد الرئيس السيسي أن الأمن القومي لدول الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى المملكة العربية السعودية في زيارة مهمة. تأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتشهد العلاقات بين البلدين واحدة من أزهى عصورها بفضل التنسيق والتشاور الدائم بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي انعكس بشكل واضح على كافة أوجه التعاون المشترك بين البلدين خدمة لمصالح شعبي المملكة ومصر. ولدى وصول سيادته العاصمة الرياض، كان في استقبال سيادته سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية وكبار رجال الدولة في السعودية وأعضاء السفارة المصرية في الرياض. وعقب مراسم الاستقبال، رحب سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بالعلاقات المصرية السعودية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح أن سمو الأمير محمد بن سلمان اصطحب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قصر اليمامة، حيث كان في استقباله جلالة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، والذي رحب بالسيد الرئيس ضيفا عزيزا على المملكة، مثمنا العلاقات المصرية السعودية وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط أخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعدة، مشيدا بالمواقف المتطابقة للبلدين إزاء العديد من القضايا السياسية والأمنية التي تهم الدولتين وتشغل الإقليم في الوقت الراهن. من جانبه، أشاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمق العلاقات المصرية السعودية قيادة وشعبا، وأهمية دفعها لآفاق أوسع في إطار ما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط أخوية، وأهمية دعم التعاون المشترك بين البلدين بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وتزداد أهمية هذا التنسيق والتشاور بسبب الأوضاع التي يشهدها الشرق الأوسط والتحديات الأمنية التي تضفي المزيد من الأعباء على الرياض والقاهرة من أجل العمل المشترك لتعزيز الاستقرار والعمل على تهدئة التوترات والأزمات التي تموج بها المنطقة.